بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبتدي مع بعض تو ديسكاس محاضره الكارديو فاسكولار سيستم او اللي هو الجهاز الدوري. والكارديو فاسكولار سيستم زي ما هنتكلم عليه هنلاقيه ان هو بيتكون من الاتي: الهارت، دي اول حاجه، مضخه او البامب اللي هي بتضخ الدم، ومجموعة من الأوعية الدموية، حاجة اسمها الارترز اللي هي الشرايين اللي هي بتاخد الدم المؤكسد من الهارت وتوزعه على الجسم كله، وكذلك الفينز اللي هي الأوردة اللي هي بترجع الدم. يعني إذا أنا في عندي سيركوليشن أو دورة دموية بتلف الدم، يطلع من الهارت عن طريق الارترز يروح للديفرنت اورجنز، ويرجع من الاورجنز دي عن طريق الفينز الى الهارت، وهكذا، وتبتدي تتكرر الدوره دواليك. دي كلها المنظومه دي بتكون وات از كولد ذا بلاد سيركيوليشن. يبقى اذا تكوين الكارديو فاسكولار سيستم عباره عن ترومبه او مضخه اللي هي الهارت، ومجموعه من الاوعيه الدمويه، اوعيه دمويه خارجه من الهارت شايله الدم المؤكسد للديفرنت بارتس اوف ذا بودي اللي هي الارترز، ومجموعه من الاوعيه الدمويه بترجع للهارت اللي هي الفينز. طيب نبدا دلوقتي مع بعض بالهارت. الهارت لما نيجي نتكلم عليه التعريف بتاعه ان هو عباره عن هولو، يعني مجوف، كونيكال لان هو كونيكال ان شيب، ماسكولار اورجان. ده تعريفه، هولو كونيكال ماسكولار اورجان. موجود فين؟ موجود within the thoracic cage، في القفص الصدري، محمي بالضلوع ومحمي بالاسترنم، وسراوندد فروم بوث سايدز باي ذا تو لانجز. الدايمنشنز بتاعت الهارت بتبقى اباوت 12 سنتيمتر طول في حوالي 9 سنتيمتر عرض. ادي اهو الهارت قدامنا اهو كديمونستريشن، ويبقى موجود في الثراس الكافيتي ما بين التو لانجز زي ما احنا قلنا، وادي الرايت لانج وادي الليفت لانج. طيب زي ما قلنا قبل كده كونيكال ان شيب. طيب بما ان هو كونيكال ان شيب يعني عامل زي القمح او زي المخروط، يبقى ليه ايبكس وليه بيز. هو عباره عن كون، بس كون مش عدل، كون مقلوب ناحيه الشمال شويه، فهنلاقي ان ليه ايبكس ناحيه تحت وناحيه الشمال زي ما احنا شايفين اهو قدامنا. والايبكس ده موجود اللوكيشن بتاعه في الفيفث انتر كوستال سبيس 9 سنتيمتر فروم ذا ميدل لاين. طبعا الكلمه دي كده بالنسبه لنا كده كلمه زي الطلاسم، بس نحفظها دلوقتي، وفي البليت اللي جاي هتبان قدامنا التفسير بتاعها. يبقى الايبكس مكانه فين؟ في الفيفث سبيس 9 سنتيمتر فروم ذا ميدل لاين. طيب نوضح القصه دي نشوفها هتمشي ازاي. ادي عندنا نموذج اهو، راسمين ادي الضلوع وراسمين الهارت ان بتوين. لما نيجي نعد الريبس بتاعتنا هنلاقي ادي الريب رقم واحد، ثم اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهكذا. طيب يبقى في عندي ريب واحد وبعدين تحت منه سبيس، وبعدين ريب اثنين وبعدين تحت منه سبيس، وبعدين ريب ثلاثة وتحت منه سبيس وهكذا. ريب رقم واحد السبيس اللي تحت منه هو سبيس رقم واحد، ريب رقم اثنين اللي تحت منه سبيس نمبر 2، ريب رقم ثلاثة تحت منه سبيس 3 وهكذا. يبقى لما نبص على الابيكس بتاع الهارت هنلاقي ان هو جاي بيهايند، يا اما ذا لور بارت اوف ريب 5 او في الانتر كوستال سبيس. طيب ده مكانه، طب على بعد قد ايه بالظبط؟ هنبص اهو، لو خدنا ادي الايبكس اهو، لو خدنا لاين اهو هنلاقي ان هو على بعد حوالي 9 سنتيمتر فروم ذا ميد لاين. يبقى ده تعريف الجمله اللي كنا شفناها في الفيديو اللي فات، ان الايبكس از بريزنت ان ذا فيفث سبيس او الليفت سبيس، طبعا ان في رايت سبيس الناحيه الثانيه، 9 سنتيمتر فروم ذا ميد لاين. وادي تعريف اهو نكرهه. يبقى طيب الايبكس اوف ذا هارت معمول بالليفت فنتركل بس. الدايركشن بتاع الايبكس ان هو بيبقى دايركتد لور داون، مش ناحيه فوق لان الهارت مقلوب، ودايركتد ناحيه الايه؟ الليفت، ودايركتد سلايتلي انتيريور. طيب اللي يقابل الايبكس ايه؟ البيز اوف ذا هارت. القاعده اكيد القاعده هتبقى عكس الايبكس، يبقى الايبكس طالما انه دايركتد لور داون يبقى البيز هيبقى دايركتد ابورد. الايبكس دايركتد تو ذا ليفت يبقى البيز دايركتد تو ذا رايت. الايبكس دايركتد سلايتلي انتيريور يبقى البيز دايركتد سلايتلي بوستيريور، يبقى الايبكس والبيز عكس بعض. طيب الايبكس اللي بيكونه
حجره واحده من الاربع حجرات بتاعت الهارت اللي احنا هنتكلم عليهم بالتفصيل اللي هي الليفت فنتريكل او اللي هو البطين الايسر. بينما البيز اوف ذا هارت لان هو طبعا اعرض بيبقى عريض هنلاقيه معمول بالغرفتين اللي ناحيه فوق، لان احنا قايلين ان الهارت مقلوب الابرز ناحيه تحت، يبقى معمول بالتو اتريا اللي هو الاذين الايمن والاذين الايسر بوث اتريا. نبتدي نتكلم على اجزاء الهارت. احنا اتكلمنا على الهارت وقلنا ان هو كونيكال ماسكولار هولو اورجان وعرفنا اللوكيشن بتاعه فين. طيب اجزاء الهارت هنلاقي ايه؟ الهارت ليه ايبكس اتكلمنا عليه معمول بالليفت فنتركل ودايركتد لور داون دايركتد تو ذا ليفت دايركتد انتيرور. ليه بيز عريض دايركتد ابورد اند تو ذا رايت اند باكورد ومعمول بالتو اتريا. طب ليه مكونه ثانيه؟ ليه ايبكس، ليه بيز، ليه فور بوردرز اربع جدران او اربع اضلاع، ليه فور تشيمبرز يعني متقسم لاربع غرف يبقى دي ثاني اربعه، وتالت اربعه انه هاز فور فيلفز. يبقى اذا الهارت ليه ثلاث اربعات، اربع جدران اربع غرف يحتوي على فور فيلفز، وليه تو سيرفيسز. انا باصص على الهارت اهو فروم فورورد من قدام، يبقى اكيد السيرفيس اللي قدامي دوت اللي انا شايفه قدامي ده الانتيريور سيرفيس اوف ذا هارت، والسيرفيس اللي ناحيه ورا اللي انا مش شايفه في الباك ده بنسميه البوستيريور سيرفيس. يبقى اذا مكونات الهارت تاني ايبكس بيز تو سيرفيسز انتيريور اند بوستيريور وليه ثلاث اربعات فور بوردرز جدران اربعه فور تشيمبرز اربع غرف فور فالفز اربع صمامات. طيب نبتدي نتكلم عليهم بالتفصيل. ادي اهو نتكلم الاول على الفور تشيمبرز كجاست انيوميشن. ادي واحد واثنين اللي هو التو اتريا، واحد ده الرايت اتريوم، اثنين ده الرايت فنتركل. طيب وبعد كده ثلاثة وأربعة التو فنتركلز، ثلاثة ده الرايت فنتركل وأدي أربعة الليفت فنتركل. يبقى دي أول أربعة قلناهم هما، يبقى في عندنا أربع غرف. طب الأربع جدران، الجدار الأيمن للهارت لما أجي أبص عليه اللي هو أقصى اليمين اللي هو جنب رقم واحد ده معمول بإيه؟ انهي غرفة اللي عاملاه؟ معمول بالرايت اتريوم اونلي. يبقى اذا الرايت بوردر اوف ذا هارت از فورمد باي ذا رايت اتريوم. طيب واللور بوردر لو كملنا الكيرف معانا ونزلنا لتحت اللور بوردر هنلاقيه معمول بالتو فنتركلز مينلي باي ذا رايت فنتركل وبارشلي باي ذا ليفت فنتركل. يعني هنلاقي ان معظم اللور بوردر معمول اهو بالرايت فنتركل اللي هو رقم ثلاثة، بينما في جزء صغير في الشمال معمول بالليفت فنتركل. طيب الليفت بوردر معمول بايه؟ بالليفت فنتركل اللي هو رقم اربعه، والابر بوردر اللي هو قدامي انا مش شايفه دلوقتي لانه متغطي بالجريت فيزلز اللي طالعه من الهارت اللي هو الاورطه اللي باللون الاحمر والبالمونري ترانك اللي هو الشريان الرئوي اللي هو باللون الازرق، ده معمول بالتو اتريا. يبقى اذا انا في عندي اربع جدران، الجدار العلوي اللي هو الابر بوردر بالاوضتين اللي فوق يبقى الابر بوردر بالتو اتريا، والجدار السفلي بالاوضتين اللي تحت اللي هو التو فنتركلز، يبقى ابر بوردر تو اتريا لور بوردر تو فنتركل. طيب الجدار اليمين والشمال، اليمين بالرايت اتريوم والشمال بالليفت فنتركل. يبقى كده احنا خلصنا البوردرز اوف ذا هارت، يبقى خلصنا ايبكس، خلصنا البيز، وخلصنا السيرفيسز ان في انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس، وخلصنا الفور بوردرز. طيب الهارت اللي على ناحيه اليمين ده هارت مفتوح عملنا له ديستكشن، بينما الهارت اللي على الشمال ده هارت مقفول. احنا فتحنا الهارت عشان نشوف ايه اللي مقسم الهارت للاربع غرف دي، اكيد في حيطان في جوه هي اللي بتقسم الكونيكال اورجان دوت الكونيكال هولو اورجان دوت لمجموعه غرف، لازم يبقى في جدران او سبتم تقسم الهارت دوت لغرف مختلفه. فادي اول سبتم عندنا اللي هو باللون الاسود ده سبتم ما بين الرايت فنتركل اللي هو رقم 3 والليفت فنتركل اللي هو رقم 4. طيب ده ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين فنتركل وفنتركل، يبقى هنسميه انتر فنتريكولار سبتم. يبقى اذا الانتر فنتريكولار سبتم هو السبتم اللي يفصل الرايت فنتركل عن الرايت عن الليفت فنتركل. يبقى دي اول حاجه. طيب وبرضه في عندنا سبتم ثاني اللي هو بالخط المنقط دوت
ده يفصل الرايت اتريوم اللي هو رقم واحد اللي مفتوح على الناحية اليمين عن الليفت اتريوم. يبقى زي ما كان اللي تحت ما بين فنتركل وفنتركل وسميناه انتر فنتركل سيبتم، ده ما بين اتريوم واتريوم وهنسميه انتر اتريال سيبتم. يبقى لو كانت لحد كده كان هيبقى الهارت اتقسم لنصين، نص يمين ونص شمال. لكن احنا لازم كمان الخط بالعرض يجي يقسم عشان يفصل التو اتريا فوق عن التو فنتركل، فبالتالي يبقى الهارت تحول الى اربع غرف. وده هنشوفه مع بعض ان في لاين اهو يفصل التو اتريا فنتركل عن بعض. نقربها بديمونستريشن اهو عندنا، هنلاقي الاتي. ادي الجدار ده، ده يمثل ايه في اللي احنا قلناه؟ ده يمثل الحد الفاصل ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، يبقى ده يمثل الانتر اتريال سيبتم. طيب والخط الثاني اللي هو باللون الاخضر ده بيفصل الفنتركل عن الفنتركل، يبقى ده يمثل الانتر فنتريكولار سيبتم. طيب والتالت اللي هيظهر لنا بالعرض دلوقتي دوت، ده اللي يفصل التو اتريا عن التو فنتركلز، ده اللي بنسميه يا اما بنسميه اتريو فنتريكولار سيبتم لانه ما بين اتريا وفنتركلز، او الاسم الشايع بتاعه اللي هو اكثر شيوعا بيسموه كوروناري سالكس. كوروناري سالكس ليه؟ نسبه لان بيمشي فيه شريان مهم جدا اللي هو الكوروناري ارترز اللي هي بتغذي الهارت اتسلف، اللي هو اللي هي الشرايين التاجيه او اللي هو الشريان التاجي. فسموا السالكس ده التسميتين صح، يا اما اتريو فنتريكولار دي تسميه اناتومي لانه ما بين الاتريا وما بين الفنتركلز، او بيسموه نسبة لمرور الشريان المهم جدا جدا ده فيه اللي هو بنسميه الكوروناري ارتري فسموه كوروناري جروف او كوروناري سالكس. وادي صورة بتبين مكان الكوروناري سالكس على الهارت اتسلف. وادي الرايت اتريوم وادي الليفت اتريوم عشان يبقى باين مكانه فين، وادي الانتيريو انتر فنتريكولار سالكس، وادي الرايت فنتركل وادي الليفت فنتركل. ادي التقسيمة، ده ترجمة او مراجعة لكل اللي احنا قلناه. To revise، احنا كنا اتكلمنا من شويه على البوردر اوف ذا هارت، قلنا ان انا في عندي الابر بوردر معمول بالقسطين اللي فوق اللي هو التو اتريا، اللور بوردر معمول بالتو فنتركلز، الرايت بوردر معمول بالرايت اتريوم بس، والليفت بوردر معمول بالليفت فنتركل بس. طيب عشان نبتدي نتكلم على القصه دي، احنا الهارت كديمونستريشن بالنسبه لنا بيتقسم الى رايت سايد وليفت سايد. الرايت سايد ده اللي هو بيشمل الرايت اتريوم وبيشمل الرايت فنتركل، والليفت سايد بيشمل الليفت اتريوم وبيشمل الليفت فنتركل. الرايت سايد ده بنسميه الفينس سايد لان كل الدم اللي فيه دم غير مؤفسد. هي القصه ايه؟ قصه السيركيليشن بتبتدي في الاول غرفه عندنا غرفه اسمها الرايت اتريوم، دي بيحصل فيها اكيوميليشن او تجمع كل الدم الفينس بلاد اللي في الجسم كله من فوق ومن تحت، بيجي عن طريق الفينز الكبيره ويتجمع في الاوضه دي، ومنها بينفد للتشيمبر اللي بعد منها التي تليها اللي هي بنسميها الرايت فنتركل. ده دم غير مؤكسد مش مفيد للجسم. بيطلع الدم الغير مؤكسد دوت من الرايت فنتركل عن طريق الشريان التاجي عن طريق الشريان الرئوي عشان يروح لللنج يتاكسد ويرجع تاني للليفت سايد للليفت اتريوم ومنه للليفت فنتركل ويطلع عن طريق الاورطه يلف في الجسم كله. طيب نبتديها خطوه خطوه مع بعض. يبقى ادينا عرفنا ان في رايت هاف ده امبيور بلاد او دي اوكسجينيتد، وفي عندنا اهو الليفت هاف بيحتوي على البيور اوكسجين بلاد. دي بس كده عشان نرسم الحاجه بالنسبه لنا خطوه خطوه ونشوف هنتكلم على التشيمبرز ازاي واللي يفصل ما بينهم من بعض اهو الانتر فنتريكولار سيبتم. طيب نبدا بقى نتكلم على الحاجه المهمه اللي هي التشيمبرز اوف ذا هارت، وهناخدهم بالترتيب حسب السيركيوليشن اوف ذا بلاد. بدايه احنا قلنا نقطه التجمع عندنا هي الرايت اتريوم، زي ما احنا شايفين اهو السهم مشاور على الرايت اتريوم وهو مقفول. احنا هنعمل دلوقتي ديستكشن للرايت اتريوم ونفتحه عشان نشوف ايه اللي جوه عندنا. بس زي ما انتم شايفين اهو قدامنا ان في لارج فين اهو جاي من فوق داخل الرايت اتريوم من ناحيه فوق، وفي لارج فين جاي من تحت، ونبص عليهم دول عشان هنفهم دول بتوع ايه. ادي الفين الكبير اللي جاي من فوق اسمه سوبيريور لانه جاي من فوق، فينا كيفا الوريد الاجوف العلوي، ده بيجيب كل الفينس بلاد فروم ذا ابر هاف اوف ذا بودي.
وفي فين زيه اللي هو التاني ده الاجسام بتاعه ده اسمه inferior vena cava. يبقى اذا اهو ده بيجيب الفينس بلاد فروم ذا لور هاف اوف ذا بودي. يبقى اذا ده عشان ناكد على الكلام اللي احنا قلناه من شويه ان كل الفينس بلاد بتاع البودي بيحصل له اكيوميليشن في الرايت اتريوم عن طريق السوبيريور فينا كيفا جايب من الابر هاف وعن طريق الانفيريور فينا كيفا جايب من اللور هاف اوف ذا بودي. طيب نفتح الرايت اتريوم عشان نشوف الاستراكشر بتاعه من جوه. فتحنا وعملنا اهو ريفليكشن. يعني الجدار الامامي بتاع الرايت اتريوم اهو بقى ريفليكتد رايح على ناحيه الشمال، ولو بصيت عليه هتلاقي ان هو رف اهو ما هوش سموز. يعني اذا الانتيريور وول اوف ذا رايت اتريوم از رف، بينما اللي قدامك في الفيلد جوه تلاقي الول سموث، ده يمثل البوستيريور وول، لانك انت لو الريفليكتد بارت ده رجعته ثاني وقفلت الرايت اتريوم هيبقى ده الجزء الامامي اللي قدامك اهو رف، احنا عملنا ريفليكشن وجوه سموث. طيب الفتحات اللي موجوده في الرايت اتريوم ايه؟ او الحاجات اللي بتفتح الرايت اتريوم ادي فتحه منهم اللي هي الاوبننج اوف سوبيريور فينا كيفا جايبه الفينس بلاد فروم ذا ابر هاف، والفتحه الثانيه اهي فتحه بتاعت الانفيريور فينا كيفا جايبه الفينس بلاد من اللور هاف، وفي ثيرد اوبننج very close to the opening of the inferior vena cava هنشاور عليها ايه؟ دي بنسميها ال opening of coronary sinus. ال coronary sinus دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن structure similar to the vein اللي هي بتلم كل ال venous blood بتاع ال heart itself. ما هو ال heart نفسه زيه زي اي organ بيروح له دم oxygenated عن طريق ال coronary arteries اللي هي الشريان التاجي، وبيرجع ال venous blood بتاعه عن مجموعه عن طريق مجموعه من ال veins بتلم نفسها في structure اسمه ال coronary sinus يفتح في ال right atrium. يبقى اذا اهو كده ثبت لدينا ان الرايت اتريوم كل الفينس بلاد بيتجمع فيه ثلاث فتحات سوبيريور فينا كيفا انفيريور فينا كيفا اند كورونري ساينس. طيب والستيب اللي بعد كده ايه؟ دلوقتي كل البلاد الفينس بلاد بيتجمع في الرايت اتريوم، النكست ستيب ان هو هيتنقل من هذه الغرفه للغرفه التي تليها اللي تحت منها اللي هي الرايت فينتريكل. وزي ما احنا شايفين قدامنا الفيلد اهو بالابيض فيه صمام اهو موجود ما بين الرايت اتريوم والغرفه التي تليه. الصمام دوت بنسميه ترايكاسبيد فالف. كلمه تراي يعني ثلاثه، كاسبيد فالف ترايكاسبيد فالف لانه مكون من 3 كاسبس، ثلاث بوابات بيفتحوا لور داون يسمحوا بمرور البلاد فروم اب داونورد، يعني مرور الدم من الاتريوم من الرايت اتريوم للرايت فنتركل، ولا يسمح بالعكس لو جه البلاد يرد بالعكس الصمام هيقفل. طيب نكست بعد كده ادي الاوبننج اهي اللي محميه بالصمام اللي هو بتاع الترايكاسبيد. طيب هنبتدي نخش على الغرفه اللي بعد كده اللي هي الرايت فينتركل، احنا شايفينها اهي كلوزد قدامنا وباين قدامنا اهو ان طالع منها ترانك كده اتفرعت لفرعين. الترانك دي اللي احنا بنسميها البالمونري ترانك وبتتفرع لفرعين، واحد بنسميه الرايت بالمونري ارتري عشان يروح للرايت لانج، وواحد بنسميه الليفت بالمونري ارتري اللي بيروح للليفت لانج، ودول كارينج النون اكسجين بلاد اللي رايح للانج عشان يحصل له اكسجينيشن ويرجع للهارت عن طريق الليفت سايد. طيب فتحنا دلوقتي الرايت فنتركل يبقى وقفلنا الرايت اتريوم اهو، ادي باين الكاسبس المختلفه بتاعه الترايكاسبيد فالف اهي قدامنا، وادي التجويف بتاع الرايت فنتركل، وهنلاقي ان الوول بتاعه نسبيا از مور ثيك بالمقارنه بالوول بتاع الرايت اتريوم، لان في مصل هنا لان البامب اكشن بتاع الهارت عن طريق الفنتركلز المضخه نفسها موجوده في الفنتركلز. طيب ايه كمان قدامنا؟ هنلاقي ادي التراكاسبيد فالف زي ما احنا اتكلمنا عليه، وهنلاقي ان في مصلز في الوول بتاع الرايت فنتركل وفي سمول مصلز بارزه داخل الليومن نفسه بتاع او التجويف بتاع الرايت فنتركل، دي اللي بتطلع شعيرات زي ما احنا شايفينها بنسميها كوردا تنديني، دي اللي بتمسك في الكاسبس عشان تساعد ان الكاسبس دي تقفل، لما تيجي تقفل كويس وبالبريشر بتاع البلاد ما يرجعش البلاد تو ريتيرن باك تو ذا رايت اتريوم، فدي بنسميها بابيلاري ماسلز. العدد بتاع البابيلاري ماسلز دي في الرايت فنتركل بيبقى ثلاثه عشان انا عندي 3 كاسبس. يبقى اذا في حاجة اسمها البابيلاري ماسلز عددهم ثلاثة لأن الفالف اللي هنا مكون من 3 كاسبس. وأدي أهي كبرنا هنا الصورة عشان نشوفها، وأدي أهي برضه تكبيرة أهو للبابيلاري ماسلز اللي هي ماسكة في الفالف في الكاسبس بتاع الترايكاسبس فالف عن طريق
شعيرات كده فايبرس اسمها كورد تنديني. وادي الكاسبه اهو، يبقى ادي الماسل اهي نفسها، وادي الكورد تنديني، وادي الماسكه بتاعتها في طيب كده خلصنا الرايت سايد. طب نيجي للليفت سايد. هي القصه احنا اتفقنا ايه؟ ان الدم اتجمع في الرايت اتريوم، نزل في الرايت فنتركل، طلع من الرايت فنتركل عن طريق البلمونري ترانك فرعين يمين وشمال، واحد دخل في الرايت لانج، واحد دخل في الليفت لانج، وبعدين حصلت البروسس اوكسجينيشن، والدم اتحول من دم نون اوكسجينيتد الى دم اوكسجينيتد، والمفروض انه هيرجع تاني للهارت عشان الهارت يوزعه على الجسم كله. بس لما هيرجع هيرجع للليفت سايد بقى، اللي هو فيه الليفت اتريوم وفيه الليفت فنتركل، مش هيرجع للرايت سايد. يبقى هنبتدي نتكلم على الغرفه الثالثه اللي هي الليفت اتريوم، ونبص عليها اهي من واحنا لسه كلوز ده. انا شايف الليفت اتريوم اهو، وفي اربع فتحات. الاربع فتحات دي عباره عن تو فينز جايين من الليفت لانج، بنسميهم التو ليفت بالمونري فينز، وتو فينز جايين من الرايت لانج بنسميهم التو رايت بالمونري فينز، ودول كلهم اللي جايبين الدم اللي حصل له اكسجينيشن في اللنج عشان يدخلوه في الليفت اتريوم. وناخد بالنا من جمله شهيره عندنا، ان كل الشرايين اللي في الجسم ار كارينج اوكسجينيت بلاد اكسبت البالمونري ارتريز اللي هم طالعين من الرايت فنتركل، دولت رايحين لللنج عشان يتاكسدوا، يبقى فيهم دم مش مؤكسد. وكل الفينز اللي في الجسم فيهم نون اوكسجينيت بلاد اكسبت البالمونري فينز، هم الفينز الوحيده اللي فيها اوكسجينيت بلاد. يبقى البالمونري عاكس، البالمونري ارتري في نون اوكسجينيتد والبالمونري فين في اوكسجينيتد. وادي الصوره باينه قدامنا اهي، ان داخل جوه الليفت اتريوم فور اوبننج زي بتاعت الفور بالمونري فينز اللي جايين من اللنج اليمين واللنج الشمال. ولو فتحنا جوه هنلاقيها نيرلي ذا سيم از ذا ستراكشر بتاع الليفت بتاع الرايت اتريوم. برضه الوول الامامي بيبقى سلايتلي رف، والوول الخلفي سموث. ماشي، والاوبننجز هنا تختلف. هناك في الناحيه الثانيه كان في 3 اوبننجز، اوبننج بتاع السوبير فينا كيفا، اوبننج بتاع الانفير فينا كيفا، اوبننج بتاع الكورونا ساينس. هنا في 4 اوبننجز بتاعت الفور بالمونري فينز. وبعد كده الدم المؤكسد دوت دخل في الاوضه دي، ونفس القصه زي الرايس هيتكرر، انه ات ويل باس من الشيمبر دي الى النكست تشيمبر اللي هي الليفت فنتركل. وادي الاوبننج اهي الموجوده اللي ما بين الرايت اتريوم، سوري ما بين الليفت اتريوم وما بين الليفت فنتركل، وجاردد برضو باي فالف. الفالف اللي هناك كان اسمه تراي كاسبت فالف لانه كان متكون من 3 كاسبس، لكن الفالف اللي ما بين الليفت اتريوم وما بين الليفت فنتركل ده باي كاسبت، يعني مكون من 2 كاسبس بس مش 3، فاسمه باي كاسبت مش تراي كاسبت. او الاسم الاكثر شيوعا ليه بيسموه الميترال فالف، يعني حتى بنسمع كلمه الصمام المترالي. يبقى الميترال فالف هو الفالف اللي هو ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل، ويختلف ان هو 2 كاسبس وليس 3. طيب وهذا الفالف هيسمح بمرور الدم فروم اباف داونورد من الليفت اتريوم للليفت فنتركل وليس العكس. نكمل هنخش على الليفت فنتركل. طيب الليفت فنتركل نفس القصه، الاستراكشر بتاعه برضو ذا سيم از ذا رايت فنتركل، يعني لما هنفتحه عشان نبص عليه هنلاقي نفس الستوري هي برضو الوول ثيك عشان المصل فيه موجوده فيه، وبرضه فيه بابيلاري ماسلز برضه زي اللي كانت موجوده في الرايت فنتركل، بس العدد هنا اختلف. هناك لانه كان تراي كاسبت فالف فكان فيه 3 بابيلاري ماسلز، هنا باي كاسبت فالف هيبقى نلاقي البابيلاري ماسلز العدد بتاعهم 2. اوكي، يبقى الوول ثيك هنا وهنا في الرايت وفي الليفت، بس البابيلاري ماسلز اختلفت ان هنا العدد بتاعهم 2 وليس 3. طيب الرايت فنتركل كان طالع منه جريد فيزل اللي هو البالمونري ترانك اللي فيه النون اوكسجين بلاد اللي رايح لللنج، بينما الليفت فنتركل اللي هو مليان اوكسجين بلاد هيطلع منه ارتري كبير جدا، اكبر ارتري في الجسم كله اللي هو الاورطه. وادي تو ريفايز الفالفز اوف ذا هارت، احنا اتكلمنا على اثنين منهم، التراكاسب ده اهو ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل وده مكون من 3 كاسبس، والثاني الميترال او الوالبا كاسبس ما بين الليفت اتريوم اند ليفت فنتركل وده مكون من 2 كاسبس. فاضل اثنين كمان، 2 فالفز ثانيين، واحد ما بين عند المنشا بتاع الاورطه وهو خارج من الليفت فنتركل، ما بين الليفت فنتركل وما بين بدايه الاورطه، فده بنسميه الاورتك فالف، وده مكون من 3 كاسبس 3 كاسبس
بس الارينجمنت بتاعهم لما نيجي نعمل سيكشن ونبص على ترتيبهم هنلاقي ان القصر دي اثنين ناحيه ورا تو بوستيرور اند وان انتيرور، والفالف الرابع في الرايت سايد بنسميه البالمونري برضه ما بين البالمونري ترانك نفسها المنشا بتاعه من وما بين الرايت فنتركل، وبرضه ده مكون من ثلاثه كاسبس بس الارينجمنت هنا يختلف عن الاورتك ان هنا بقى واحد بوستيرور واثنين انتيرور. يعني ناخد بالنا ان الاورتك والبالمونري كلاهما ثلاثه كاسبس بس الاختلاف ان الاورتك اثنين خلفي وواحد امامي والبالمونري العكس اثنين امامي وواحد خلفي. وجنرالي كل الفالفز اوف ذا هارت الاربعه كلهم مكونين من ثلاثه كاسبس فيما عدا الميترال فالف هو الوحيد اللي مكون من تو كاسبس بس. وادي ديمونستريشن لشكل الفالفز، عملنا سيكشن في الفالفز عشان نشوف شكلهم ايه. هنا في مقارنه برضو، خدنا كات سيكشن في الهارت في الريجو بتاع الفنتركلز عشان نشوف ان الوول نفسه موجود مكون من ثيك ماسلز، وادي الرايت فنتركل والليفت فنتركل، وهنلاقي ان الثيكنس ما بينهم بعض تقريبا نيرلي 1 الى 3، لان طبعا المضخه بتاعت الليفت سايد لازم تكون اقوى لانها بتضخ الدم المسافه ابعد للجسم كله، بينما المضخه بتاعت الرايت فنتركل دي مسافه قصيره من الرايت فنتركل لللنجز اللي هي جنب منه، فعشان كده الثيكنس بتاع الوول او المسلز بيبقى اقل بكتير من المسلز بتاعت الليفت فنتركل. المفترض كمان بالنسبه لنا ان الهارت موجود، احنا قلنا مكانه فين؟ ان بتوين ذا تو لانجز داخل القفص الصدري او الثراسك كيج، والمفروض ان هو سراوندد فروم اوت سايد باي ممبرين مغطي الهارت من بره اسمه البيريكارديوم. والبيريكارديوم ده بيبقى مكون من طبقتين، طبقه خارجيه فايبرس وتبقى ثيك بنسميها الفايبرس بيريكارديوم، وطبقه من جوه بتبقى سموث كده او سيرس ساك بنسميها السيرس بيريكارديوم. وادي الصوره بتاعتنا اهي تبين اهو، ادي الفايبرس بريكارديوم ومبطن بالسيرس بريكارديوم. كده احنا خلصنا كل ما هو متعلق بالهارت. طيب نيجي بعد كده للفيزلز. احنا قلنا ان الفيزلز الاساسيه في عندي تو تايبس، في اوعيه دمويه بتاخد الدم من الهارت يعني اوي فروم ذا هارت اللي هي كارنج الاكسجين بلاد دي بنسميها الشرايين او اللي هي الارترز، وفي اوعيه دمويه ثانيه اللي هي بتجيب الدم من الديفرنت اورجنز وترجعه للهارت دي بنسميها الفينز. طبعا هم مرسومين قدامكم اهو كمقطعين، اللي بالاحمر طبعا ده الارتري واللي بالازرق ده الفين. طيب لما نيجي نبص على كومباريزون ما بينهم ومن بعض هنلاقي الارتري احنا لسه قايلين خصائصه ان هو ياخد البلاد اواي فروم ذا هارت، قارن ما بينه وما بين الفين، الفين كاري البلاد وذا هارت. طيب نوعيه البلد اللي في الارتري اوكسجينيتد بلد فيما عدا البلمونري ارتري زي ما احنا قلنا قبل كده. نوعيه البلد اللي موجوده في الفين نون اوكسجينيتد بلد اكسبت برضه البلمونري فين هو الوحيد اللي فيه اوكسجين بلد. طيب لو جيت بصيت على الاستراكشر هتلاقي ان الارتري يتميز بان هو ليه ثيك وول الجدار بتاعه تخين والتجويف بتاعه والليوم من جوه نارو، بينما الفين العكس بيبقى ليه ثين وول وليه وايد ليومن. الارتري ما فيهوش فالفز لكن الفينز ممكن يبقى فيها مي هاف فالفز، يعني الفينز اللي هي بترجع البلد عكس اتجاه الجاذبيه يعني في ليفل اوطى من الهارت المفروض يبقى فيها معظمها بيبقى فيها فينز عشان تمنع ان البلد بيواجه صعوبه ان هو طالع اجينست الجرافيتي، بينما الفينز اللي هي جايبه بلد فينس بلد في ليفل اعلى من الهارت يعني زي اللي مثلا جايبه الفينس بلد فروم ذا هيد اند نيك دي ما بتبقاش محتاجه فالفز لانها بالجاذبيه الدم بينزل الفلو بتاعه طبيعي فما بيواجهش ريزيستنس عاليه. يبقى دي مقارنه ما بين الارتري والفينز، نعرف ان الارتري ثيك وول اند نارو لومن بينما الفين العكس ثين وول اند وايد لومن، وان الارتري نيفر انه يحتوي على فالفز بينما الفين بيبقى مي كونتيننج فالفز. طيب هنيجي بعد كده للموست امبورتنت ارتريز اللي في الجسم عندنا. لما نيجي اول واهم ارتري عندنا هو الاورطة زي ما انتم شايفينه. طيب الاورطة المنشا بتاعها اتفقنا ان هو بيطلع من الليفت فنتركل مقسم لثلاث اجزاء، جزء صغير صاعد لفوق فبنسميه الاسينج اورطة، وده اهميته القصوى ان هو ده اللي بيطلع منه الكورونري ارتريز الرايت والليفت اللي هم بيغذوا الهارت اللي هم لما بيحصل فيهم قصور بيحصل فيهم الذبحه الصدريه. يبقى اول جزء من الاورطة اسمه اسينج اورطة and give rise to
ذا كورونري ارترس. طيب والجزء الثاني اسمه الارش اوف ذا اورتا، وبيطلع منه 3 امبورتنت ارترز، مش مطلوب منكم اساميهم بس هما 3 ميجور بلاد فيزلز. والجزء الثالث كمالته بنسميه الديسندنج اورتا او الاورتا النازل. يبقى اذا الاورتا منشاه من الليفت فينتريكل مقسم الى ثلاث اجزاء، السندنج اورتا بيطلع منه الكورونيز ثم ارش ثم ديسندنج اورتا. طيب الثاني البالمونري ترانك، الاورتا كان طالع من الليفت فينتريكل، البالمونري ترانك طالع من الرايت فينتريكل، ولونه زي ما شايفين هو ازرق لان البلد اللي فيه نون اوكسجينيتد. هو بيطلع ان ذا فورم اوف ذا ترانك، وبعدين يتقسم الى تو برانشز، برانش يمين وبرانش شمال. البرانش الشمال ده يروح يخش في الليفت لانج، والرايت برانش بيخش في الرايت لانج، عشان كل واحده منهم يروح لها البلد تعمل له اوكسجينيشن. يبقى هو في عندنا الترانك نفسها، وفي عندنا تحت الارش اورتا، وادي الرايت والليفت بالمونري ارتس. يبقى ده تاني جريد فيزل. يبقى خلصنا الاورتا، وادي شلنا الهارت هنا عشان نشوف الاستراكشر بتاع الاورتا ازي هول، الاسندنج والارش، وادي الديسندنج اورتا جزئين، جزء في الثوركس وجزء بعد الدايفراجم في الابدومين كمان. طيب اخر ارتري هنتكلم عليه هو الكورونري ارتري او الكورونري ارترس. دي رغم انها شرايين صغيره في الحجم لكن هي فيري فيري امبورتنت. هم رايت اند ليفت، والاثنين اتفقنا ان هم طالعين من الاسندنج اورتا عشان يغذوا الهارت، وده اي ديفكت منهم ده اللي ليدز تو ذا انجينا او اللي هي الذبحه الصدريه. ده الرايت كورونري اهو، وادي الليفت كورونري، والاثنين طالعين من الاسندنج اورتا. طيب نيجي للامبورتنت فينز، وده جاست ريفيجن للكلام اللي احنا قلناه قبل. طيب الامبورتنت فين، تعالى على الرايت سايد، في عندنا شايفين تو لارج فين، واحد داخل للرايت اتريا من فوق وواحد داخل للرايت اتريا من تحت، اتكلمنا عليه قبل كده. اللي من فوق ده اسمه سوبيريو فينا كيفا، كنا اتكلمنا عليه قبل كده واحنا بنشرح الرايت اتريا. ده اللي بيجيب الفينس بلاد فروم ذا ابر هاف اوف ذا بودي تو ذا رايت اتريا. والفين الثاني اللي هو زيه اخوه اللي من تحت اللي هو الانفيريو فينا كيفا، ده اللي بيجيب الفينس بلاد منين؟ من اللور هاف اوف ذا بودي تو ذا رايت اتريا. ادي سوبيريور اند انفيريور فينا كيفا. طب في ايه تاني عندنا فينز مهمه؟ من اهم ما يمكن الفور بالمونري فينز اللي اتكلمنا عليهم، اللي هم جايبين الاكسجين بلاد فروم ذا تو لانجز تو ذا ليفت اتريا، اللي هم الفينز الوحيده اللي كارينج اوكسجينيتد بلاد. طيب في فين عندنا كمان هنتكلم اللي فاضل اسمه البورتال فين، ده هنتكلم عليه هيبقى ليه اهميه واحنا بنتكلم على السيركيوليشن او البلاد سيركيوليشن. البورتال فين زي ما احنا شايفينه اهو، ده فين، ده بيتكون من اتحاد تو فينز مع بعض، واحد اسمه سبلينيك فين جاي من السبلين او الوطحال، وفين اسمه سوبيريو ميزنتريك فين ده جاي من الانتستين. الاثنين يتحدوا مع بعض اهو زي ما في الصوره قدامنا، ويكونوا البورتال فين اللي هيخش في الليفر، وده هنشرحه بالتفصيل مع البورتال سيركيوليشن. بس نبقى عارفينه اهو، البورتال فين از ا فيري امبورتنت فين، جاي من اتحاد سبلينيك فين جاي من السبلين وسوبيريو ميزنتريك فين، الاثنين اتحدوا وعملوا لي البورتال فين اللي هيخش في الليفر. طيب اخر ايتم هنتكلم عليه هو البلاد سيركيوليشن او اللي هي الدورات الدمويه. احنا في عندنا ثلاث دورات دمويه، يمكن دي صوره هتبين لنا الاثنين الكبار. انا عندنا اهو الهارت اهو قدامنا، ان البلاد واحده منهم اللي هي الصغيره او الدوره الدمويه الصغرى او اللي بيسموها الدوره الدمويه التنفسيه اللي هي بنسميها البالمونري سيركيوليشن. زي ما هو باين الرسم الكروكي اللي قدامكم ده، ان اهو الفينس بلاد طالع من الرايت فينتركل راح لللنج وهو لونه ازرق اهو، حصل له اوكسجينيشن، رجع عن طريق البالمونري فينز للليفت للليفت اتريا. دي الدوره الاولانيه. والدوره الثانيه قدامنا اللي هي الدوره الكبرى او اللي هي بنسميها سيستميك سيركيوليشن، البلد طلع من الليفت فينتركل اهو عن طريق الاورطه وراح للاورجن المختلفه وحصل له دي اوكسجينيشن ورجع للرايت. ده حاجه عشان توضح لنا بس الصوره، لكن احنا هنشرح الدورات بالتفصيل. اول دوره هتكلم عليها اسمها البالمونري سيركيوليشن. طيب تعريفها ايه؟ عن طريق الدوره دي ثرو ذيس سيركيوليشن ذا بلاد از بيوريفايد ان ذا لانج. الدياجرام ده هيوضح لنا. احنا كده السهم الاصفر اهو بدايتنا، احنا موجودين في الرايت فينتركل، يبقى البلاد اللي هو الدي اوكسجين ده هيطلع ثرو
ده بالمونري ترانك ومنه الى التو بالمونري ارتريز منه الى اللنج يحصل فيه اكسجينيشن يرجع عن طريق اهو الفور بالمونري فينز لحد ما يخش في الليفت اتريوم. هي دي الدوره كلها على بعضها. يبقى الستبس بدايتنا في الرايت فنتركل ثم البالمونري ترانك زي ما السهم كان مبين ثم التو بالمونري ارتريز ثم دخلنا اللنج حصل اكسجينيشن ورجعنا عن طريق الفور بالمونري فينز لحد ما دخلنا في الليفت اتريوم. ادي الدوره الاولى. طيب نيجي سيستميك سيركيليشن ثرو ذيس سيركيليشن او ذيس سيركل اول ذا بارتس اوف ذا بودي ار سبلايد باي بيور بلاد. طيب هكذا يا جرام ادي الكوره بتاعتنا البدايه الدوره دي في الليفت فينتركل. طيب الاكسجين بلاد هيطلع من الليفت فينتركل عن طريق الاورطه ده اكسجين بلاد وفروعه المختلفه هتغذي كل الاورجنز تديله البلاد ثم البلاد يحصل له دي اكسجينيشن ويرجع تاني للرايت اتريوم ثرو ذا سوبيريور فينا كيفا لو كان ده من الابر هاف اوف ذا بودي او الانفيريور فينا كيفا لو جاي من اللور هاف اوف ذا بودي. يبقى السيركل دي بدايتنا ليفت فنتركل ثم اورطه ثم الديفرنت برانش اوف ذا اورطه عشان تخش للديفرنت اورجنز اوف ذا بودي تاخد منه الاكسجين وترمي فيه الدم اللي مش متاكسد عن طريق الفينز ترجع عن طريق السوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا وتسلم في الرايت اتريوم. طب الخطوه اللي بعد كده ان البلاد دوت من الرايت اتريوم ينزل للرايت فنتركل ويروح لللنج. يعني اذا ان الدوره الدمويه الصغرى او اللي هي البالمونري سيركيليشن دي شغاله انها بتخدم على الدوره الكبيره ان السيستميك سيركيليشن ياخد البيوريفايد بلاد يحصل له ان يبقى دي اوكسجين يرجعه تاني تاخده الدوره الثانيه تنضفه في اللنج وترجعه تاني فالدورتين شغالين كوبرتيف مع بعض. ادي الدورتين الرئيسيين اللي هم البالمونري سيركيليشن اند ذا سيستميك سيركيليشن. الدوره الثالثه اللي فضلنا او اللي هي بنسميها البورتر سيركيليشن. لو جينا بصينا عليها في الصوره اللي قدامنا دي هنلاقي ان التعريف بتاعها ان ثرو ات ذا نيوتريانت ماتيريال ابزوربد ان ذا انتستين ار ميتابولايزد ان ذا ليفر.